الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إرسال اليدين في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفيد الاستحباب، ووضع اليدين على الصدر من جملة الأفعال الثابتة في الأحاديث الصحيحة والنقول الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة القيام، فيستحب للإنسان في حال قيام القراءة أو في حال القيام بعد الرفع من الركوع أن يضع يديه على صدره، أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وبرهان ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. وفي سنن النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. فسنة للإنسان في حال القيام أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وإذا خالف هذه السنة وأرسل يديه فإنه قد خالف سنة وصلاته صحيحة. وأنتم تعرفون أن المتقرر في قواعد الأصوليين أن السنة هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، ولكن الأولى للإنسان أن يقف بين يدي الله في فريضة الله على الصفة المشروعة التي سنها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة للإنسان من كمال كمال الأدب في الوقوف بين يدي الله أن لا يرسل يديه، بل يضعهما على بعضهما، اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر. هذا أدعى وأكمل للأدب وأحفظ لحق الله عز وجل وأتبع للسنة. ولكن لو أرسل يديه فلا أرى أنه قد خالف واجبا أو أنه يدخل في وصف بدعة، ولا ينبغي أن تكون مسألة ضم اليدين أو إرسالهما من المسائل التي يبتلى بها المسلمون وتتفرق فيه صفوفهم ويسب بعضهم بعضا أو يشاتم بعضهم بعضا أو يبغض بعضهم بعضا أو يمتلئ قلب بعضهم على بعض حقدا وحنقا. هذا لا ينبغي، فإنها أيسر وأنقص من أن تفرق أخوتنا أو تفسد جدار محبتنا الإيمانية. والسلام عليكم. شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هي الذنوب الصغائر وما ضابطها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد أهل السنة أن الكبيرة تعرف بالحد لا بالعد. المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الكبيرة تعرف بالحد لا بالعد، وعرفوها بقولهم: هي كل ذنب ختم بلعنة أو نار أو توعد عليه بعقوبة في الآخرة أو ترتب عليه حد أو قيل فيه ليس منا أو نفي عن صاحبه الإيمان. فمتى ما توفر واحدة من هذه الأوصاف فإن الذنب الذي علق به شيء من ذلك يعتبر كبيرة. فالزنا كبيرة لأنه من الذنوب التي رتب الشارع عليها عقوبة في الآخرة، وعلاوة على ذلك رتب عليها حدا في الدنيا، وعلاوة على ذلك قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو كبيرة بثلاث اعتبارات. وكذلك السرقة كبيرة لأن عليها حد في الدنيا، فإذا أي ذنب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بعقوبة خاصة في الآخرة أو قيل في مرتكبه ليس منا أو نفي عن فاعله الإيمان أو فكل ذلك يعتبر كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. إذا حمل السلاح على المسلمين كبيرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إذن الخمر كبيرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، إذن الغش كبيرة. وغير ذلك من الأمثلة. فإذا كل ذنب توعد عليه بلعنة أو غضب أو عقوبة في الآخرة أو قيل في صاحبه ليس منا أو نفي عن فاعله الإيمان أو ترتب عليه حد في الدنيا فإن هذا هو الكبيرة. فإذا عرفت الكبيرة فإننا نقول في الصغيرة ما عدا ذلك، بمعنى أن الصغيرة هي ما لم يلعن فاعله ولم يرتب على فاعله حد ولا عقوبة خاصة في الآخرة ولا في الدنيا، ولم يترتب عليها نفي إيمان، ولم يقل في فاعلها ليس منا.
فالذنب الذي يكون مجردا عن هذه الأوصاف يعتبر لمما وصغيرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن أكل ثوما أو بصلا ثم أن يصلي في بيته؟ الحمد لله رب العالمين. أولا لا يجوز للإنسان في حال الاختيار إذا كان الفرض قريبا أن يأكل ثوما أو بصلا حتى لا يتسبب أكله وبقاء رائحتهما في فمه في التخلف عن صلاة الجماعة الواجب شهودها. فكل سبب يفضي بالإنسان إلى التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان اختيارا منه فلا يجوز له الإقدام عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يقربن مسجدنا من باب إعذاره، لا، وإنما من باب إنذاره. وفرق بين الإعذار والإنذار، بمعنى لو أن الإنسان تعمد أن يأكل الثوم أو البصل وهو يعلم أن رائحتهما لن تزول حتى يأتي وقت الفرض ثم كان أكلهما سببا للتخلف عن صلاة الجماعة فهو آثم، لا يجوز له أن يأتي للمسجد ومع ذلك آثم، لأنه هو من تسبب في حرمان نفسه من شهود صلاة الجماعة بسبب أكله الثوم أو البصل. فوصيتي للمسلمين ألا يتسببوا على أنفسهم في التخلف عن صلاة الجماعة بسبب أكلهم من هاتين الشجرتين. وإذا كان عند الإنسان طعام آخر أو طريقة يذهب به الرائحة فإنه حينئذ قد سقطت العلة التي من أجلها نهى الشارع عن شهوده. فإذا أكل الثوم أو البصل ثم تناول بعدهما شيئا من الطعام أو منظفات الفم أو شيئا يقطع تلك الرائحة فيجوز له بعد ذلك أن يشهد المسجد. ولكن لا ينبغي أن نفهم أن نهيه عن إتيان المسجد نهي إعذار، يعني أنه يتخلف وهو معذور، لا، بل هو نهي إنذار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يريد منكم أن يشهد صلاة الجماعة فليحرص على ألا يأكل ثوما أو بصلا. فإذا ينبغي أن نفهمه أنه تنبيه وإنذار وليس إعذارا. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وعدما، فما دامت الرائحة موجودة في الفم فإن العلة موجودة فالنهي لا يزال موجودا، ومتى ما زالت الرائحة إما بطول العهد أو بتناول شيء يقطعها فإنه حينئذ يشهد صلاة الجماعة. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يشهد صلاة الجماعة وهذه الروائح تفوح من فمه، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. سائل يقول هل يجوز لعن المعين أو تبديعه؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن لعن المعين لا يجوز إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وأن تكفير المعين لا يجوز إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وكذلك تأثيمه أو تفسيقه. ولا يجوز أن نكفر المعين لأنه وقع في وصف يكفر فاعله، لأن المتقرر عند العلماء أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كما أن التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كما أن التفسيق بالوصف العام والتأثيم بالوصف العام أيضا لا يستلزم تفسيق المعين أو تأثيمه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ففي باب التكفير يفرق أهل السنة والجماعة بين الوصف وبين فاعله، فيعطون الوصف أي الفعل حكما على ما تقتضيه الأدلة الشرعية، ويتوقفون بنقل الحكم منه إلى الفاعل بعد المرور على محطات يسمونها بالشروط وانتفاء الموانع. فإذا اللعن المعين عند أهل السنة جائز إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، وتكفير المعين جائز إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، وأما الشروط والموانع فهذه لها كلام آخر وتطلب من كتب الاعتقاد، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول هل ما يقوم به بعض الناس اليوم من تبديع بعض المشايخ وتضليلهم من الجرح والتعديل، وهل يوجد اليوم الجرح والتعديل؟ أفتونا أثابكم الله وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، مسألة الجرح والتعديل لا يمكن أن تنقطع، فهي كغيرها من الفنون وغيرها من العلوم التي تتجدد ولا يمكن أن تنقطع، ولا يزال للدين رجاله في كل زمان يحتاجون إلى شيء من الجرح أو التعديل. فليست القضية هل هذا العلم باقي أو منقطع، ولكن ينبغي أن نتأدب بأدب هذا العلم. فليست القضية هل الجرح والتعديل لا يزال باقيا أو لا، وإنما القضية هل نحن نتأدب في حال الجرح والتعديل بالأدب الوارد عن السلف أو لا. فالجرح والتعديل يسميه السلف بهذا الاسم، وهو عبارة عن نقد الرجال، عبارة عن نقد الرجال والطوائف والمناهج. هذا النقد له قواعده عند أهل السنة والجماعة، فليس كل أحد يتجرأ على أن يتسور هذا السور وأن يتكلم فيه كيفما اتفق. لا، هناك آداب وهناك ضوابط وهناك أصول وهناك أسس. إذا أراد الإنسان أن يكون جرحه وتعديله متفقا مع مراد الله عز وجل ومحققا للمصلحة الخالصة أو الراجحة ودافعا للمفسدة الخالصة أو الراجحة، فلا بد أن يكون مبنيا على هذه الأصول، والتي منها الإخلاص لله عز وجل حال نقدك للأشخاص والطوائف. فلا تقصد أي نية إلا إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخر، لأن نقدك هذا تريد به نصرة الدين، ونصرة الدين تعبد، والله لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فأي نقد مبني على التشفي والحقد والحسد وإسقاط المنقود وإبعاده عن الساحة ونشر غسيله وفضيحته والتشهير به، كل ذلك مما يعلمه الله من قلبك. فإذا لا يكون في قلبك وقت نقد الطوائف والأشخاص إلا إرادة وجه الله عز وجل. الأمر الثاني العدل والإنصاف في المنقود، فلا بد من العدل والإنصاف، وهو ألا تخرج الإنسان بخطأ واحد عن دائرة أهل السنة والجماعة، أو أنك تصفه بصفة الشيطان المريد، وإذا تأملنا في أخطائه لم نجدها إلا نجرا يسيرا، فهذا لا ينبغي أبدا. فالعدل والإنصاف من الأمور المحبوبة لله عز وجل، وهو الشريعة المطلقة في كل زمان ومكان لا استثناء فيها. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يجب العدل مع من تحب، لقول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويجب العدل مع من تبغض، لقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز أن يتسور سورة أو حصن الجرح والتعديل من لا عدل عنده. فالجرح والتعديل القائم على الظلم وعلى بخس الناس حقوقهم وعلى التعدي، كل ذلك مما لا يحبه الله عز وجل. الأمر الثالث عدم التشهير بالمنقود ما استطعت. فإذا كان تصحيح الخطأ لا يحتاج إلى ذكر اسم المنقود، فقل ما بال أقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر تلك الأسماء، وإنما المقصود تعديل الأخطاء وتوجيه المجتمع وتحذيرهم من هذا الخطأ. فإذا توجه المجتمع وحذر من هذا الخطأ، فلماذا نذكر الأسماء على المنابر ولماذا نذكرها أمام الناس؟ فلا ينبغي التشهير بمثل هذه الأخطاء، وعلينا أن نصحح الأخطاء فيما بيننا وبين من أخطأ إذا كان الوصول إليه مقدورا عليه، حتى نستر عليه، فإن من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالتشهير بالأسماء والتشهير بالأخطاء ليس من منهجنا، بل ذلك هو العيب إذا كان الإنسان قائما في نقده على مراعاة الله عز وجل ومراقبته. بل إن الإنسان ينقد إخوانه بما لو نقد به لغضب، فإن من الناس من ينقد إخوانه بطريقة لو أن إخوانه تناولوا أخطاءه بالنقد على منوالها لغضب هو، فلماذا لا يعامل الناس بالأمر الذي يحب أن يعامله الناس به؟ ومن قواعد النقد أيضا إبعاد الشهوات التي يعلمها الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم ما تخفيه نفسك وما قد استقر في جنانك وما هو الدافع لك والباعث على هذا النقد. فإن من الناس من يريد أن يتسلق على ظهور إخوانه فقط من العلماء وطلبة العلم، أو من الناس من في قلبه حقد على أحد من أقرانه فيريد أن يبعده عن طريقه، فهو يغضب إذا أشار الناس إلى قرينه ولم يشيروا له، وقد رفع قرينه ولم يرفع هو،
وقد قبل قرينه ولم يقبل هو، فإن الفقهاء فيما بينهم قد يصيبهم شيء من التغاير، وهذا لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. هذا أمر منتشر بين طلبة العلم، وهو التحاسد فيما بينهم، وقليل من الناس من يسلم منه. فربما يكون الحامل له على النقد ليس وجه الله ولا تقوى الله ولا نصرة الدين، وإنما إرادة إبعاد هذا الخصم عن طريقه، لأنه يحقد عليه، لأنه يحسده على تلك المنزلة والمقام والرتبة التي أنزله الله عز وجل إياه. فإذا احذر من شهوات النفوس، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله عليم بذات الصدور، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، قد تستطيع أن تخفي من كنون نفسك عنا، لأننا لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ولكن الحساب يوم القيامة على أي شيء؟ على السرائر، كما قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر. فالأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، والأحكام في الآخرة على السرائر والظواهر تبع لها. الأمر الأخير من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وهذه من قواعد العدل. وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى من صوابه كثير في الأمة وخيره كثير وله أياد في الأمة تذكر وتشكر، وله مؤلفات سارت بها الركبان، وله جهاده وصبره ونضاله في الدين ودفاعه عن سنة سيد المرسلين ودفاعه عن شريعة رب العالمين، ثم يأتي إنسان بسبب خطأ من الأخطاء التي زلت بها قدمه، أو أخطأ بها جنانه، أو سبق بها قلمه، ثم يجعله شيطانا مريدا، ما انهزمت الأمة إلا بسببه، ولا اندحرت العقائد إلا بسببه. فإن من الناس والعياذ بالله من يصور صاحب الخطأ الواحد في 99 صواب كأنه شيطان مريد، فهذا والله من الإجحاف وليس من الإنصاف، ومن الظلم وليس من العدل، ومن نشر مقالة السوء التي نهى الله عز وجل عنها في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء. فإنك نقد كثير من الناس وتجريح كثير من الناس للآخرين هو من مقالة السوء ومن الجهر بالسوء ومن ظلم الآخرين والاعتداء عليهم، ومما لا يراد به وجه الله أبدا، وإنما لا يراد به إلا إطفاء نار الحقد أو إطفاء نار الغيرة والحسد، أو أن ينفذ أجندة من ها هنا وها هنا في إسقاط هذا الشيء لأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا كان النقد مبنيا على هذه القواعد والأصول فالحمد لله. ثم من الأمور المهمة أن يقتصر بالنقد على موضع الحاجة، أن يقتصر بالنقد على موضع الحاجة. فإذا كان الأمر حديثيا فيقال كذاب فقط، لكن ليس كذاب وابن كلب، وليس كذابا وزوجته زانية، وليس كذابا وأهله كذا. أنت الآن تريد أن تنقده في أمر حديثي، كذاب وضاع ضعيف مدلس، انتهت. هذا كان السلف يقولون هذا ولا يزيدون، لا يذكرون أمور الإنسان مع زوجته، ولا يذكرون حجاب بنياته، ولا يذكرون أموره في مدرسته، ولا يذكرون الأمور السابقة واللاحقة، ويجمعون ما على هذا الرجل منذ ولد من الأخطاء إلى أن إلى 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 آخر حياته. هذا 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 تشفي، هذا حقد، هذا حسد، هذا شيطان مريض ينطق على لسان كثير ممن يدعي الجرح والتعديل. إذن التخفي وراء ستار الجرح والتعديل، والحقيقة إنما هي بث سموم ونفث أحقاد، لا ينفع الإنسان عند الله عز وجل. هو ينفث سمومه وينفث أحقاده على العلماء وطلبة العلم، ويريد أن يسقطهم وأن ينشر غسيلهم وأن يبعدهم عن الساحة متسترا بأنه جرح وتعديل. وهذا وإن خفي علينا ظاهرا، إلا أن القضية ليست قضيتنا، فنحن لا نملك لك لا جنة ولا نارا ولا حسابا ولا عذابا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا، نحن لا نملك لك شيء، لكن راقب من يملك لك ذلك. والحساب بين يدي الله عز وجل يوم ينتصف المظلوم من الظالم، في محكمة قاضيها الله وشهودها الجوارح. فالواجب الحذر الشديد من ذلك، والله أعلم.